ينضم إلينا سليمان محمد شيخو، مهندس زراعي وصاحب مزرعة الزيتون في أربيل. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا فيك. هلا المعروف أنه شجرة الزيتون بدها وقت طويل لحتى تطرح ثمارة، كيف خطرت على بالكم أنه تجيبوا الزيتون السوري وتزرعوه بالمنطقة؟ ومن أيمتى؟ وحكينا عن بداية المشروع. نحن كدراسة عملناها بسنة 2006، دراسة زراعة الزيتون بشمال العراق أو بالعراق كافة، يعني عملنا دراسة للتربة للمناخ، فلقينا أنه الجو ملائم لزراعة هذه الشجرة. بدأنا العمل ب 2007 بمشاريع الدولة، يعني أنا بالأصل متعهد وزارة الزراعة تبع الإقليم كردستان، أنا دخلت ب 2008 نصف مليون شتة الزيتون من عفرين إلى إقليم كردستان، وزعناها على فلاحين على ثلاث محافظات بالتساوي. حلو. أيوة. حلو. فبدأنا نحن العمل ب 2008، عمل رسمي ب 2008. فلقينا هذه الأصناف، عرفت كيف تلائم، أعطيناه ثلاث أصناف آنذاك للوزارة الزراعة، هي صنف قرخالي والصنف نيبالي والصنف الصوراني. أعطيناه، لقيناه أن هذه الأصناف الثلاثة ملائمة لمناخ إقليم كردستان أو مناخ العراق عموما. فزرعنا مشاريع ضمن إقليم كردستان وخارج إقليم كردستان. يعني إن كان محافظة كركوك، محافظة سماوة، محافظة أنبار، زرعنا بعدة محافظات بالعراق أيضا، لقينا هذه الأشجار ملائمة للمناخ العراقي. طب حلو، قد ما كانت اليوم يمكن التربة مشابهة ولكن ما بتكون مماثلة تماما يمكن للتربة الأصلية، كان في صعوبات، فشل شيء وعدلتوا عليه، خصوصي أنه البذور جايبينها من طبعا عفرين. بالبداية لقينا الصعوبات، هي أولا بالنسبة لشجر الزيتون أو ثقافة الزيتون ما كانت موجودة بالعراق. ثقافة الزيتون، ثقافة الزيتون ما كانت موجودة. بداية لقينا صعوبات بس اجتزنا هذه الصعوبات الآن، الحمد لله أمورنا جيدة جدا. بعد كم جداً سنة تقريبا؟ من 2008. هلا الإحصاء وزارة الزراعة تبع إقليم كردستان الأشجار المزروعة بالإقليم أكثر من 4.5 مليون شجر الزيتون. حلو، تعديتوا كل المشكلات يمكن وصار الوضع طبيعي. طبعا 4.5 مليون، هلا في عندنا خطة دولة كمان ب 3.5 مليون زراعة حديثة بده يزرعوها. طبعا نحن بداية أعطيت نصف مليون شجرة، أصبح صار عندنا أمهات، نحن هون بإقليم كردستان أمهات، صرنا ناخذ الأقلام العقل، عرفت كيف؟ نتكاسل، بصير معنا عملية تكاثر يعني. أكيد. صرنا نعمل مشاتل هون ضمن المشروع تبعنا، أنا سنويا عم منتج من 50 إلى 100 ألف عقلة يعني. عم وزع على الفلاحين من 2008 لحد الآن. حلو، كيف يعني تقريبا بتعدى أنه 75% من أشجار المزروعة هي أشجار صنف عفريني يعني. حلو. سيد سليمان، يعني ذكرت أنه ما كتير في إقبال على الزيتون وزيت الزيتون كان أو بشكل عام في الإقليم، كيف قدرتوا تغيروا طباع الاستهلاك عند المستهلكين؟ كيف قدرتوا تروجوا للزيتون وزيت الزيتون وقدي عم تقدروا تبيعوا فعلا؟ نحن بالنسبة لأقنعنا الفلاحين بذلك، يعني مثلا كانوا في بعض المناطق يزرعوا رمان كنا عرفت كيف نقول لهم هذا الرمان بهالمنطقة ما بصير، هي منطقة حارة وباردة. أيوة. ما بصير بهالمنطقة، وفعلا قلعوا الأشجار الرمان حطوا بداله زيتون، وكان تين نفس الشيء، مثلا أشجار مشمش كلها يبست معهم، أن كانوا زارعين بدون دراسة يعني بهالمناطق. فكل الأشجار قلعوها زرعوا بداله زيتون. فهلا بالنسبة لأسعار الزيت وأسعار الزيتون عالميا ارتفعت بشكل ملحوظ يعني، فصار يقبل الفلاحين. نعم، في فائدة من زراعة الزيتون بشكل عام في هذه المناطق؟ طبعا في قسم من الفلاحين زارعين هلا ب 60,000 و70,000 ل 80,000 شجرة، فلاح واحد. تمام. وبالنسبة للترويج عم يكون كله بإقليم كردستان، يعني مبيع الزيتون والزيت؟ لا، نحن زيتنا حتى يوصل لبصر المناطق الجنوبية. حلو. في تجار حتى ياخذوه للكويت. طب معاملنا يعني ياخذوه للكويت.
نقلتوا اليوم زراعة الزيتون للإقليم، ولكن هل انتقلت الثقافة ككل؟ نحن شبه يومي شبه يومي عم نحكي عن الموسم تماما، شو بيعملوا في طقوس معينة، في أكلات بتنعمل، في احتفالات حتى بآخر الموسم. طبعا بتعرفي فوائد الزيت زيتون فوائدها لا كبيرة جدا يعني، فصاروا يعرفوا ويدرسوا عن شو اسمه ويتثقفوا عن زيت زيتون، فأصبحت لهم يعني فكرة كويسة عن زيت زيتون. أحسن تقريبا الطقوس اللي بتصير وقت القطاف، الطقوس هي القطاف لحد الآن عرفت كيف، ما وصلوا لمرحلة المرحلة اللي نحن واصينا كشعب سوري أو عفرين خاصة. طبعا عمالنا كلهم إجمالا 90% سوريين. العمال القطاف والعمال اللي شو اسم، عندي عمال عائلات دائمين يعني بالمزرعة، عندي عمال يومي بالمزرعة موجودين. مثلا عشرات العائلات عم بيستفيدوا من وراء هالمشروع ومشاريع اللي قمنا فيها للفلاحين. حلو. طيب بالنسبة للأكلات اللي بتنعمل بزيت الزيتون، هل حاولت تنقل هاي الأكلات الموجودة؟ طبعاً كل شيء، مثل كل شيء، حتى ما كانوا يعرفوا مثلاً مكدوس، ما يعرفوا مثلاً زيت، يحطوا زيت كيف على الزيتون، كيف شو اسمه، كله ما يعرفوا. عملنا كل دراسة وعملنا ندوات، يعني أنا عملت ندوات بالجامعات، بجامعة كركوك عملت، بجامعة صلاح الدين عملت ندوات. حلو. لزيت زيتون. في بعض التقاليد الجميلة اللي بنهاية الموسم، أولا كيف كان الموسم بما أنه هلأ نحن بموسم قطاف الزيتون؟ ما كان في إقبال شديد، بلش هلأ بالنسبة للأسعار، ارتفعت أسعار الشوس، صار الفلاح يستفيد أنه بدال الأرض كان يزرع قمح والشعير ما يستفيد منه شيء، ينتظر أمطار. هلا بلش بزراعة الزيتون عم بستفيد من الأراضي، هلا تحولت الأراضي كردستان، وعلى 10 سنوات المقبلة راح يتحول كلها إلى زراعة الزيتون. إن شاء الله بدنا نتمنى لكم كل التوفيق. جبت لهم خلاصة للعمال؟ طبعا. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك سليمان محمد شيخ مهندس الزراعة. والله لسه ما خلصنا، بدنا شهر ثاني لنخلص. يلا بالتوفيق إن شاء الله، إن شاء الله بكون موسم جيد على الكل، سنة خير. الله يحفظكم، الله يحفظكم يا لبيك. شكرا جزيلا، شكرا شكرا.